بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا إخوانا النهاردة معادنا مع المثال، هناخد أكتر من مثال على فور ونكست. تمام؟ طيب. هناخد أول مثال يا إخوانا، مثال سهل. ده المثال، ده الدرس اللي فات، هنقول له كلوز سوليوشن بحيث أقفل السوليوشن أو النيم سبيس. هقول له والله أعمل مشروع جديد اسمه مثلا فور next example. هناخد مثال يا اخوانا نفس اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، هنطبع من سنة 1900 الى 2012 عادة، ما هنستخدمها ان شاء الله في ايه، في بعد كده لما نبدأ في الفورمة نضيفها لشيء او اداة اسمها ليست بوكس او اداة اسمها كومبو بوكس، اسماء هنتعرف عليهم فيما بعد لو مش عارفين. اول حاجه اقول له فور منين الاندكس، طبعا هنا قلنا اي اسم، تمام، كاونت وليكن كاونت من 1900 وليكن الى 2012. وعاده يا اخوانا ما بنعمل ايه، كده كده الستيب واحد كده كده هيزيد. هقول له كونسول دوت رايت لاين يطبع لي قيمه الكاونت، سهله جدا، مفيش اي شيء، في مشكله؟ لا، انت اول ما تشغلها يطبع لك من اول 2000 1900 ل 2012. المشكله بقى، مش المشكله، المطلوب اللي انا عايز اجيب العدد ده اعرف هو طبع كام سنه بس. وصلت؟ طيب بنعمل ايه؟ بنبدا نعرف متغير فوق، اقول له ديم مثلا وليكن الايه الير از شورت مثلا، نوعها شورت. طيب ليه واحد يقول لك ليه ما عرفتوش جوه الفور؟ اقول لك لا، اصل انا لو عرفته جوه الفور مع كل مره بيبدا يتعرف، لكن هنا بعرفه مره واحده. يعني ما الفور 1900 يتعرف، 1901 يبدا يتعرف تاني، 1902 يبدا يتعرف تالت. وصلت يا اخوانا؟ فهي دي المشكله. طيب خلي بالك بقى، هقول له ايه؟ يير، المتغير اللي اسمه يير بيساوي المتغير اللي اسمه يير ها زائد واحد. خلي بالك احنا لازم نديله قيمه هنا، وليكن مثلا ايه بيساوي صفر. قيمته الابتدائيه كام يا اخوانا؟ صفر. تمام؟ طيب يبقى مع اول سنه هيبقى، خلي بالك، يير بيساوي يير اللي قبل كده اللي هو قيمته صفر زائد واحد، يبقى كام؟ واحد. يلف يطبع السطر اللي عليه، تمام، يطبع الايه السطر، بعدين يزود الير. ها الير بقى بكام؟ ما تقولش صفر بقى، لا، ما هو بقى بالذاكره بقى بواحد، يبقى يير زائد واحد بيساوي يير، يير الجديد بيساوي يير القديم اللي هو واحد زائد واحد يبقوا اتنين، وهكذا. طب ما احنا كنا خدنا قبل كده ان احنا كنا ممكن نعمل كده، يبقى نخلي ده كومنت، كنا نقول له كده يير زائد يساوي واحد، صح؟ مش لو انا عايز ازود قيمه بمقدار واحد بقول له بلس ايكوال 1، او ممكن اقول له بلس ايكوال 2 كل مره زاد بمقدار ايه؟ 2، صح؟ طيب انا هنا بقول له بلس ايكوال 1، تمام؟ وفي الاخر بعد ما يخلص اقول له كونسول دوت رايت لاين، هقول له والله ايه؟ انا طبعت لك مثلا، هقول له يير، تمام؟ القيمه اللي اسمها يير اند ايه يا اخوانا؟ ييرز، تمام؟ تعال نشغل اهو، من اول 1900 الى 2012 بالفعل 113 سنه. جت ازاي؟ تعالى نعمل الاول هنا مسافه. ايه اللي حصل؟ انا بقول له كل مره لو سمحت عرفت متغير بره قيمته صفر. خلي بالك لو انا عرفته هنا هتحصل مشكله كبيره قوي. ليه؟ اول شيء مش هتعرف تنادي عليه من بره، لازم كنت تعرف متغير بره. مش انا قلت لك اي متغير جوه الفور متعرف جوه الفور بيتم اعدامه او بيتم حذفه من الذاكره بعد ما الفور يخلص؟ يعني خلاص انت لفيت ال 113 لفه بتوعك، خلاص انت لفيت ال 113 لفه، لفيه خلاص، يعني عملت 113 لوبينج او تكرار او اتريشن، خلاص بيحذف لك كل المتغيرات. ايه المتغير اللي انت دخلته جوه؟ يير وكاونت. يري يا اخوانا وايه وكاونت، فبيحذفهم، فبالتالي انت ما ينفعش تستخدمهم بره بفرض اللي انت مش هتستخدمه بره.
تمام، بفرض ان انت مش هتستخدمه بره كده. كل مع كل مره بيقول لك ايه، الير بيساوي صفر ويزود لك واحد، بيطلع بقيمه واحد، يجي تاني مره يلف اللفه التانيه، الير يساوي صفر ويحجز لك ايه ويزود لك واحد، يبقى يير بواحد. ايه ده؟ مش هتزود. فبالتالي انت لازم تحجزه بره وتتم عمليه الايه؟ الجمع جوه. تمام؟ طيب احنا فاهمين دي، ما فيهاش مشكله. دي بقى اللي فيها مشكلة. أنا بقول له مش إحنا قلنا رياضيا، فاكر لما أنا قلت لك رياضيا ما ينفعش أقول له السين بيساوي سين زائد واحد؟ ما ينفعش أقول له السين بيساوي سين زائد واحد رياضيا، تمام؟ لكن برمجيا ينفع. ليه؟ لأن السين ده أصلا متخزن عندي في الذاكرة. سين وليكن اللي هو إكس، إكس بيساوي إكس زائد واحد، إكس ده في الذاكرة. أه، يبقى زود لي عليها، زود لي عليها قيمتها زائد واحد. وصلت يا اخوانا؟ يبقى لو انا عايز اخلي متغير يزيد بمقدار واحد، متغير رقمي يزيد بمقدار واحد، اقول له بلس ايكوال 1، لو عايزه يقل يبقى ايه؟ ماينس ايكوال 1 زي ما اخدنا قبل كده. تمام؟ اتفقنا يا اخوانا؟ اظن لحد دلوقتي مثال سهل. يبقى عرفت انا اجيب متغير، ها خلي بالك، عرفت انا اجيب متغير يجيب لي عدد اللفات اللي انا لفيتها. خلي بالك الير ما هي الا اللفات اللي لفها. الير ما هو الا لفات الايه يا اخوانا؟ اللفه. طيب جميل قوي، ده كده المثال الاول. كومنت تحت، انزل نيجي هنا بقى ناخد مثال تاني. فاكر حضرتك في الرياضه لما كنا بناخد شيء اسمه الباور وبناخد شيء اسمه الفاكتوريال او الفاكت؟ ايه الفاكت وايه الباور؟ اول شيء الباور اللي هو الاس، يعني مثلا لما اقول لك 2 اس 3 بسهوله جدا، اسف 2 اس 3 بسهوله جدا اجيبها. لو قلنا له مثلا ديم ديم الاس از بايت او شورت، تمام، بيساوي 2 اس 6. طيب جميل، بسهوله جدا لو انا قلت له كونسول دوت رايت لاين، لو انا قلت له الاس بسهوله جدا يطلع لك ايه؟ المضروب اللي هو 64 اللي هو 2 في 2 في 2 ست مرات. يعني ده بالظبط بيساوي يا اخوانا 2، تمام؟ مضروب في 2 في 2 اهو، في 2 ده كده 4 ده كده 5 ده كده 6. تمام؟ يعني الاثنين مضروبه في نفسها كام مره يا اخوانا؟ ست مرات. صح؟ مش هو ده مضروب السته او باور الستة؟ صح. احنا عايزين نعمل فور او فورة فور نيكست، باستخدام فور نيكست نجيب العملية دي من غير ما استعلم عنها رياضيا. اعمل ايه؟ بسهولة خالص، هاجي فوق هنا اعمل دول كومنت برضو، هاجي فوق هنا اقول له لو سمحت، اقول له دي، اقول له مثلا كونسول دوت رايت لاين، اقول له بليز هذا خليه يدخل الرقم، بليز انتر يور نمبر، ادخل ايه الرقم بتاعك. طيب جميل، بعد كده هقول له هستقبله في متغير، هقول له ديم مثلا الاس مثلا او مثلا نمبر از خليه انتجر مثلا بيساوي كونسول دوت ريد لاين، يرى الايه السطر ده، بعدين اقول له لو سمحت ادخل الرقم اللي انت عايز ايه او المضروب، الرقم اللي انت يعني هتخليه مضروب زي ايه، ذا فاكت نمبر، انتر زي ايه ذا فاكت نمبر، رقم الايه الاس اللي انت عايز تدخله، وبالتالي ده هيبقى الايه الفاكت. صح؟ يبقى انا خدت كده منه الاول الاثنين، لو طبقنا المثال ده التاني باخد منه الرقم اللي هو 6. طيب جميل، يبقى انا عندي كده الرقم ده والرقم ده، الرقم ايه يا اخوانا؟ ده والرقم ده. هعمل بقى فور بحيث ابدا اعرف ايه، ها ابدا اعرف او اجيب الناتج. اول شيء هعرف هنا متغير، اقول له ايه ديم الفاكتوريال، او خلي ده مثلا فاكت نمبر، فاكت نمبر تمام، هقول له هنا فاكتوريال از نخليه مثلا ماشي انتجر، ما اقول لونج ماشي لونج تمام، فاكتوريال از لونج، هو ده
اللي هيتم عمليه الايه الجمع فيه. طيب او اسف الاس رفع الاس، هقول له 4. هنا ناخد الاندكس ماشي بحيث نغير. خلي بالك بقى هنا هيكون من الستة الى صفر، من الستة ايه يا اخوانا الى الصفر. طيب جميل، هنا بقى ما اقولوش الستة، هنا اخد الرقم ده، اخد ايه الرقم ده ليه؟ اصل انا عايز كل مرة، خلي بالك لو انت كده تشتغل ايه تنازلي، عايز تشتغل تصاعدي تقول له صفر الى فاكتوريا او فاكت نمبر، فاكت ايه، خلي ده اندر سكور من اندر سكور، اتفقنا يا اخوانا؟ طيب يبقى انت بتقول له من الصفر الى ها فاكت نمبر، هتعمل ايه؟ هتقول له فاكتوريال، ها خلي بالك في غلطة هنا بقى هتحصل، بيساوي فاكتوريال ها في ايه؟ في الرقم النمبر ده. ايه ده انت لخبطتنا كده، واحدة واحدة خالص، واحدة واحدة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. مهمتي اعمل ايه؟ وليكن هو 2 اس 6، مش المفروض اضرب 2 في 2 في 2 6 مرات؟ يبقى انا عندي رقم 2 اللي هو الرقم ده هضربه في نفسه 6 مرات، هضربه في نفسه 6 ايه مرات، معنى كده ان انا عايز اعمل كاونتر عداد يلف 6 مرات. طب طبعا مش معقوله 6، افرض دخل 10، تمام؟ فبالتالي اخد المتغير اللي هو عايزه يبقى ايه مكان الست. انا بدي هنا مثال 2 اس 6، عندنا مثال تاني مثلا 4 اس 2، تمام؟ طيب يبقى احنا اتفقنا قلنا له هتبتدي من الصفر الى الفاكت نمبر اللي هو هيبقى 2 او 6، خلاص يا اخوانا. طيب هنا بقى كنا في عملية الجمع تحت، عشان هجمع هنا، لان انا هنا هجمع اديت له قيمة ابتدائية صفر، لكن في اثناء القسمة او الضرب لازم تدي له قيمة ابتدائية بيساوي 1. ليه؟ اصل انت لو ضربت بالصفر، صفر في اي رقم بيساوي صفر، صح؟ فبدي ده قيمة ابتدائية بيساوي ايه يا اخوانا؟ 1، تمام؟ يبقى اقول له من الصفر الى كذا طلع لي ناتج العملية دي. تعال نجرب عشان هيظهر فيه خطأ، اقول له 2 الرقم التاني 6، طبعا انا لسه اصلا ما قلتلوش، هقول له هنا كونسول دوت رايت لاين الفاكتوريال، الفاكتوريال. طب واحد يقول لي انا استخدمت الاندكس في ايه؟ لا ما هو انت ما بتستخدمش الاندكس، انت هنا فقط يعني دي الحاله مش هستخدم فيها الاندكس، ده انت هنا هتطلع من يعني بتضرب نفسه في نفسه، انت محتاج الرقم فقط وده، فانت مش محتاج الاندكس في حاجه. تعالى اهو هقول له 2 6، قال لك 128. ايه بقى الخطأ؟ ان انت هنا قلت له بدأت من الصفر، المفروض تبتدي بواحد. ليه؟ لان انت لما تيجي تقول له من صفر للستة كده هيبقى 7، او من صفر للاتنين هيبقى 3. ليه؟ لان هيمر بمرحلة الصفر، يمر بمرحلة الواحد، يمر بمرحلة الاتنين، يبقى كده 3 مرات، تمام؟ فاكر الاريز لما كنا بنقول له الاندكس الاول صفر، لما الاندكس الاخير يكون 2 يبقى عدد العناصر بيساوي 2 زائد 1 يساوي 3. كذلك هنا كده بقى لو انت اشتغلت تقول له 4 اس 2 يقول لك 16. وصلت يا اخوانا؟ مثال سهل اهو تاني، واحده واحده، انسى اللي انا قلته خالص. عرفت متغير قلت له لو سمحت ادخل الرقم بتاعك، لو سمحت ادخل الرقم الاس اللي انت عايز ترفعه لي، تمام؟ قلت له خد لي دول وخزنهم في متغيرين. طيب جميل، عرفت انا متغير بره هيبقى فاكتوريال اللي هو ناتج عملية الضرب. اول ما اقول لك ناتج عملية الضرب او اسمه دايما بحطه بواحد، ما بحطوش بصفر. ليه؟ اصل اي رقم في واحد بيساوي نفس الرقم فمش هتفرق، واي لكن في الجمع والقسمة اي رقم زائد صفر تفرق، اسف مش هتفرق. فدايما في الجمع والطرح
لو انت بتعمل قيمه ابتدائيه مثلا لمخزن بره بيسموه مخزن، تمام، استخدم الصفر، لكن الضرب والقسمه استخدم الواحد. لكن لو انت قسمت على صفر ليس له معنى، تمام، او صفر على الرقم بيساوي صفر، طب صفر في الرقم بيساوي صفر، لكن صفر على واحد، اسف، الرقم على واحد بيساوي نفس الرقم، طب الرقم في واحد، ها، وصلت يا اخوانا؟ طيب، فقلت له هنا قيمه ابتدائيه بيساوي واحد، قلت له لو سمحت ابدا لي من واحد الى الرقم اللي عايز يرفع فيه وافضل اضربه في نفس العدد، يبقى ايه اللي يحصل؟ الفاكتوريال ده يبتدي بواحد خلاص، والاندكس، ها، انا كده بواحد، يبقى يضرب واحد في كذا يعمل كذا، صح كده؟ يعمل في الايه؟ في النمبر. خلي بالك انت ممكن تقول له هنا كده كمان ايه، او خلينا في الطريقه دي افضل، انت بتقول له الفاكتوريال يتخزن في الفاكتوريال القديم واحد في الايه، في النمبر. تعالى نشتغل بايه، بالطريقه العاديه بتاعتنا، اف 10 لو سمحت ادخل الرقم الاول، اقول له مثلا ايه 4، تمام، ادخل الرقم اللي بعده اقول له 2. لاحظ بقى ايه اللي يحصل، تعالى بقى هنا بقى واحده واحده، انت عندك هنا ايه فاكتوريال نمبر 2 اللي انت عايز ترفعه فيه، اسف، 4 اس 2، 4 اس 2، طب الفاكتوريال بصفر لسه لحد دلوقتي هو حجزه، لسه هيديك ايه الواحد اهو بقى، لو اتاكدت اف 10، اف 10 قال لك بواحد خلاص، دخل الفوره قال لك الفاكتوريال، تمام، الفاكتوريال بايه يا اخوانا؟ ها، بواحد، بيساوي الفاكتوريال القديم واحد في نمبر اللي هو 4، يبقى 1 في 4 بكام يا اخوانا؟ ب 4، ده يتخزن 4 دلوقتي اهو، يبقى الفاكتوريال وصل بكام؟ ها، ب 4. نيكست، الدور اللي بعده، انا قلت له الاندكس يا اخوانا من كام؟ من 1 ل 2، هو كده في الثاني اللي هو اخره اهو، تعالى، تمام، اتحول الفاكتوريال، الفاكتوريال الجديد بيساوي الفاكتوريال القديم اللي هو كام؟ اللي كان 4، يبقى 4 في النمبر اللي هو كام يا اخوانا؟ 4، ها، بقت ب 16، ويطلع يقول لك ايه؟ انا طبعت لك ايه 16. تعالى في المثال ناخد نفس المثال تاني، او بقف 10 تاني، بس ايه ارقام تاني عشان ايه توضح اكتر، اهو اف 10 هياخد منك الرقم، هقول له 2 اس 6، ها، تعالى هنا بقى قال لك 6 1 2 2، عايز ارفعها ل 6، والمضروب بتاعه هيبتدي بقيمه ابتدائيه واحد، لان مش هتفرق معايا الضرب في واحد. خلي بالك بقى هنا، ها، هقول له اف 10، قال لك الايه، الفاكتوريال بيساوي الفاكتوريال القديم اللي هو بواحد في النمبر اللي انت ادخلته اللي هو كام؟ 2، يبقى 1 في 2 ب 2، يبقى ده هيتخزن 2 دلوقتي، لاحظ هيتغير اهو، ها، 2، تمام، ها، الفوره الاولى، الثانيه، الاندكس زاد بمقدار ايه؟ ها، 1 بقى 2، انا عايز اقف لحد كام يا اخوانا؟ لحد الفاكتوريال نيم اللي هو 6، انا عايز اقف لحد 6، تمام، الفاكتوريال 2 يضرب الفاكتوريال، تمام، الفاكتوريال هيتخزن دلوقتي، يضرب في الفاكتوريال اللي هو 2، 2 في كام؟ 2 في 2 ب 4، ده يتخزن في ايه؟ ب 4، يجي ده يزيد بمقدار واحد وهكذا، يبقى ده ايه 8، 2 في 4 ب 8، يعدي، يبقى ب 16 اهو تحت، يبقى ب 32، يبقى اخر حاجه يبقى ب 4 وايه و60، ويجي هنا يطبع لك الايه؟ الايه؟ ال 64، تمام؟ اتفقنا يا اخوانا؟ اظن كده الحمد لله الامر واضح، سهله جدا جدا، مفيش اي مشكله. الفكره اللي فيها ان انت ما استخدمتش الاندكس، ليه؟ اصل انا عايز يعد من 1 لحد 6 واضربه في نفسه كل مره بمقدار حاجه، لان انا قلت له 2 في 2 في 2 في 2. طيب، ده الفاكتوريال. كان في حاجه تانية اسمها الايه؟ المرفوعه. مثلا اقول لك ايه 2، كنا بناخدها تقريبا في التكامل والتفاضل، في مش فاكر، في ثالثه، كنا بنقول له مثلا 2 مرفوع مثلا ايه اس مثلا 3، بنعمل ايه؟ بيقول لك والله بيعمل الاتي، بيقول لك مثلا انت عايز تجيب مثلا مضروب الثلاثة، بيبقى اسف، مضروب الثلاثة مش مرفوع الثلاثة، بيقسم مضروب الثلاثة، تمام، توافق التباديل، تمام، بيقول لك 3 لم 2 باين، تمام، مضروب الثلاثة ده بيساوي ايه؟ بيساوي 3 في 2 في 1. طب مضروب ال10، ده كومنت عشان اصلا مضروب ال10، بيقول لك خلي بالك مضروب ال10 بيبقى ازاي؟ 10 في 9 في 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. يعني بيفضل يقل من الرقم الى الحد واحد وتضربهم كلهم.
ده تباديل اللي هو الايه اللام، تمام، او الفاكتوريال. اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى ده مضروب الرقم. احنا عايزين نعمل عمليه، اقول له لو سمحت ادخل الرقم اهو كونسول دوت رايت لاين، هقول له لو سمحت بليز انتر ايه ذا نمبر تو جيت اتس فاكتوريال، تمام. طيب هاخد منه رقم، اقول له ديم نمبر از انتجر بيساوي كونسول دوت ريد لاين، بس قلت له دخل رقم واستقبلت الرقم. نيجي بقى للفور اهو، مش فور اتش، ده الدرس القادم ان شاء الله. فور ما استقبلش الاحداث. مهمتنا نعمل ايه؟ مهمتنا دلوقتي يا اخوانا، هو وليكن ادخل رقم ب10، خلاص. يبقى معنى كده ان انا هبتدي، خلي بالك، هبتدي من النمبر الى الواحد. هبتدي اعدي منين؟ من النمبر الى واحد. طبعا الاستيب هتبقى ايه؟ سالب واحد. ليه؟ لان انا هبتدي من كبير الى واحد. طب مضروب الواحد بواحد، مضروب الواحد بايه يا اخوانا؟ بواحد. طيب جميل، يبقى هي دي العملية اهو. هقول له ابتدي من النمبر سواء 10 9 100 200 الى سالب واحد. اعرف هنا متغير، اقول له ديم الفاكت، ما هنا عرفت هنا ايه الفاكتوريال اللي باقي ده خطأ، المفروض ده كان اسمه باور. تمام، يبقى ده وده فقط الباور، لان كده اس وليس الفاكتور، كده اخطأت. يبقى ديم الفاكت از ايه يا اخوانا؟ لونج بيساوي مثلا قيمة ابتدائية واحد، تمام. ليه؟ انا هضرب، صح. طيب تعال، مهمتي ايه دلوقتي؟ انا مهمتي ايه؟ العشرة دي هضربها في الفاكت، هقول له فاكت، خلي بالك، فاكت بيساوي فاكت في الاندكس. ليه؟ مش الاندكس ده بيقل، بياخد قيمة، لو هو عشرة بياخد قيمة العشرة ثم ياخد قيمة التسعة ثم ياخد قيمة التمانية إلى أن يصل إلى واحد، ماشي. ما هو أصلا الفاكتوريال بيساوي الرقم، بيساوي الفاكت في الاندكس، الفاكت اللي أنا خزنته فيه القديم. لما أقول لك 10 في 9 في 8، 8 في 8 8 في 7 في كذا، مش انت بتعمل 10 في 9 ب 90 اهو، 10 في 9 ب 90 ثم تضرب ال 90 في ال 8، انت بتعمل كده. 10 الاول، 10 في 1 ها ب 10، ثم يرجع بعد كده في 9 يعمل كذا، في 8 يعمل كذا. يعني ده كانه بتستخدمه كمخزن، استخدمه ايه يا اخوانا؟ كمخزن. ثم تضرب القيمه اللي هو الفاكت اللي هو الايه المخزن ده في الايه في الاندكس اللي هو بيقل كل مره، وفي الاخر تقول له ايه كونسول دوت رايت لاين. ممكن تطبع من جوه الفاكت، هنطبعها دلوقتي، رايت لاين الايه الفاكت، تمام. خلي ده جوه بحيث يطبعه لك كل مره اهو كده. فاكتوريال اقول له مثلا مضروب العشرة، لاحظ قال لك 10 90 500 10 في ايه؟ اول حاجه ضرب الايه الايه العشرة في واحد، طيب ب10، طيب 9 في 10 ب90، ها 90 في 8 ب720، 720 في 7 وهكذا الى ان يصل الى الرقم ده، تمام يا اخوانا. طيب مضروب مثلا ايه؟ مضروب الثلاثة، هقول له مضروب الثلاثة، قال لك 6. ليه؟ انت ضربت 3 اللي تحته في 2، يبقى 3 في 2 ب6، يبقى الناتج الاخير ايه يا اخوانا؟ 6 في 1، اسف، في 1 لسه، يبقى 6، تمام. هاته في الاخر مره واحده كده اهو، 3 قال لك 6. اتفقنا يا اخوانا؟
ها وضحت؟ طيب واحدة واحدة بقى نشرح ده. انت خدت منه الرقم، انت اصلا عارف البنية ازاي؟ 10 في 9 في 8 الى ان تصل الى كام؟ الى في 2 في 1، صح يا اخوانا؟ تمام. يبقى انت المفروض كل مرة تقل او تزيد، ممكن تقل من الواحد لكذا، او اسف تزيد من الواحد للنمبر، او تقل من النمبر اللي هو ادخله اللي هو الرقم ده الكبير الى الواحد، قيمة الخطوة سالب واحد. طيب انت عرفت متغير الناس مفاكت بره، قيمته الابتدائية بواحد، ليه بواحد؟ اصل انا هضرب. تمام. طيب هنا هتقول له قيمة الفاكت تخزن لي فيها الفاكت، واللي هيقل يبقى 10، ده ثابت. تمام، اسف مش ثابت، يعني ايه بيتغير بالمضروب، يعني اقول له ايه ده 9، 9 في الفاكت، اسف ده الاول كام؟ ده قيمته الابتدائيه 1، ده مش واحد لسه، ده اللي بيبقى واحد، ده بيبقى ياخد القيمه يخزنها فيه، هو قيمته واحد بس هيستقبل منك 1 في 10، ها بكام يا اخوانا؟ ب 10، يروح يخزن ال 10 يلف تاني، الاندكس قل، يبقى ده قيمته جديدة 10، 10 في 9 ب 90، ها يجي هنا 90 يقل 1، 8، 90 في 8 ب 500، ب 520 وهكذا، 720 وهكذا يقل. اتفقنا يا اخوانا؟ تمام. طيب هو مش ممكن يعني نطور البرنامج شويه؟ ممكن قوي قوي قوي. طيب ما تيجي نستخدم حاجه اسمها من فوق كده، خلي بالك اقول له ايه؟ اقول له كونسول دوت رايت لاين، اقول له لحظه اقول له ايه؟ ها تو جيت فاكتوريال بريس اف تو جيت باور بريس البي تو اكزيت بريس اكس. هشتغل ايه يا اخوانا؟ سويتش بقى، استخدم ايه يا اخوانا؟ سيلكت وسويتش. تمام، طبعا مش سويتش، اسف، هي سيلكت. تمام. طيب هنا هعمل مكان اسمه فاكت، عندي مكان اسمه ايه يا اخوانا؟ فاكت، اسف ده فاكت. تمام، اعمل هنا مكان، اشيل ده انكومنت بقى، علم انا كده عملت كومنت او انكومنت ثم انكومنت. تمام، طبعا النمبر هنا اوريدي فوق هنا، ماشي نخليه نمبر 2. تمام، وكذلك هنا نمبر 2، ليه؟ لان النمبر انت حاجزه فوق هنا. تمام، فاكتوريال، لا انا عايز ايه الفاكتوريال، عملته بالباور. تمام يا اخوانا. طيب هنا اقول له فاكت، طب وهنا هقول له والله ده الاسم اللي اسمه ايه يا اخوانا؟ باور اهو. تمام، طيب هنا هقول له بقى، خلي بالك هقول له سيلكت كيس، هستقبله الاول في متغير، هقول له ايه تشوز ديم تشوز از سترينج او كار. تمام، خليها كار، سترينج كار بيساوي كونسول دوت ريد لاين. تمام، هقول له هنا بايه اللي تشوز، لو بيساوي الاف او الاف كابيتال، ها اعمل ايه؟ جو تو الايه للفاكت. احسنت. هنا خلي بالك بقى سويتش، اسف مش كيس اتنين بقى، تقول له هنا الايه البي كابيتال او بي سمول. تمام، هنا تقول له ايه جو تو للايه للباور. طيب بعد ما يخلص الباور، خلي بالك مش بعد ما يخلص الباور هنا المفروض يجيب له رسالة تاني، هل انت عايز كذا؟ طيب هكتب له رسالة هنا تاني؟ لا، اوديه هنا بقى، هقول له هنا ايه مكان اسمه ستارت، ستارت عندي مكان هنا اسمه ستارت بعد ما يخلص الفاكت. تمام، هقول له هنا ايه جو تو، ها جو تو يا اخوانا ستارت، هات نفس الجمله دي تاني بعد الباور.
يعني بعد ما يخلص الباور يروح للستارت. ايه يا عم ما يخرج، ما هو براحته بقى، عايز يضغط ايه اكس يروح. طيب هنا نكمل بقى، نقول له كيس ايه، كيس الاكس في حالة الاكس او الاكس كابيتال اكزيت سب، تمام. كيس إلس، إلس كيس إلس قول له مثلا ايه، كونسول كونسول دوت، او ممكن مثلا اعيدها له تاني، جو تو ستارت، جو تو ستارت تاخدها كوبي معايا. يعني كل ما يضغط، كل ما يخلق ما يخطأ يبعت له ايه كذا، او نعمل له الاول قبل ما جو تو ستارت يطبع سطر كونسول دوت رايت لاين، يطبع سطر ايه زي فاصل كده، زي ايه، زي فاصل اهو كده فاصل، ويروح للستارت يعمل يكتب الفاصل بحيث ايه فاصل. تعالى بقى نظبط المشروع شويه، هقول له هنا ايه برضه احط قبلها فاصل، تمام، قبل ما يروح للستارت. وهنا اقول له ذا فاكتوريال is، اقول له هنا اند فاكتوريال كذا، وهنا برضو ايه ذا باور ذا باور is اند الباور. تمام يا اخوانا، سهله جدا جدا جدا. انت عملت الاثنين في منهم، استخدمنا كلمه بقى ايه سويتش، اصل انت معلش برضو مش لما نيجي امتى هنربط بقى، لازم نربط. تعال شغل برنامجك اهو، لو سمحت اقول له مثلا ال ال اقول لك لا، طب الاو لا، عايز فاكتوريال اه اضغط اف، اقول لك بليز انتر ذا نمبر يو جيت ايه اتس فاكتوريال، اقول له مثلا ايه عايز مثلا مضروب مثلا ايه الخمسه، قال لك والله ذا فاكتوريال از ايه 120، لان 5 في 4 ب 20، ب 3 ب 60، في 2 ب 120، في 1 ب 120 برضه، تمام؟ طيب على فكره انت ممكن تستخدم هنا برضه لحد ايه 2، ما علينا. خلاص طيب اقول له مثلا البي الباور لو سمحت انا عايز مثلا 3 اس 2، قال لك ذا باور اس 9، ها حضرتك عايز تعمل ايه؟ تمام؟ اقول له الاكس خروج. وصلت يا اخوانا؟ اظن الامر سهل ما فيهوش اي حاجه. بدأت انت تتلاعب بايه، ها بجوتو مع السلكت مع الفور، تمام، مع الكلام ده. طيب ده كده المثال. قبل ما نخلص الفور دي، في شيء يا اخوانا اسمه فور او نستد فور، في شيء اسمه نستد اف وفي شيء اسمه نستد فور. يعني ايه نستد اف؟ اول ما تلاقي كلمه نستد يعني الشيء متداخل، يبقى بفرض ان انا عملت كل ده ايه، او مثلا عملت كلاس جديد، مثلا اعمل كلاس جديد اد، او اسف موديول جديد، بلاش كلاس دلوقتي، موديول قلت له مثلا موديول 2، عملت فيه اسمه صب مين مين كابيتال، بحيث انا اقدر انا اقول له ايه، اقول له بروجكت لو سمحت خلي الموديول 2 هو البداية، تمام كده اهو. طبعا انا ممكن ان شاء الله يكون المشروعات دي يكون موجوده، ان شاء الله يكون موجوده بحيث حضرتك عايز تستعين بالمشروع، تمام، يكون موجود ان شاء الله على منتدى وقف اونلاين دوت كوم. ان شاء الله هتلاقي فيه اما قسم خاص في المنتدى، او ان شاء الله فيه هنعلن عن رابط دائم يكون فيه الملفات اولا باول ان شاء الله. طيب هقول له هنا المين، هقول له ايه يا اخوانا المين؟ هنا هقول له مثلا لو عندي فور، تخلي بالك شكلها بسيط خالص، الاي 4 الاندكس يساوي 1 الى 10، خلاص، وتحت قلت له 4 ها الاندكس، بس هنا مش الاندكس بقى، نخليها ايه اندكس 2 بيساوي 1 من 10 كده. هيلف كام مره؟ هيلف في الصغير 10 ثم يلف في الصغير 10 20، لا ما تبقاش كده، ده انت هنا هو هيلف في الكبير واحد ثم يدخل يلف هنا 10، يبقى الواحد من هنا بيديك 10 هنا، الواحد من هنا بيكرر ده 10 مرات، يبقى واحد 10 اتنين يبقى 10 واللي فات 10، يعني تضرب 10 ناقص واحد 10 و10 ناقص واحد 10، يبقى ده 10 في 10 ب100. طب لو قلت له هنا 5
سهله خالص. ده لو انت كتبت هنا قلت له مثلا كونسول دوت رايت لاين، لو انا قلت له هنا اندكس 2 اطبع لي اندكس ايه 2. لو طبع هنا هيطبع كام مره؟ سهله خالص، 5 ناقص 1 ها، او من 1 ل 5 هيبقى 5 مرات، ومن 10 ل 1 10، يبقى 5 في 10 ب 50 مره. وصلت يا اخوانا؟ 50 مره، يعني مش اسف، هو اتكرر 50 مره، يبقى 1 2 لاحظ 3 كذا. اتفقنا يا اخوانا؟ ممكن تعمل تحته ايه فاصل. طيب لو احنا عايزين نجيب فوره ثالثه، ها ده اسمه نستد، يعني واخده شكل عش، واحده جوه واحده جوه واحده. قلت له فور اهو اندكس 3، طبعا ما ينفعش اعرف الاندكس هنا، لو متعرف جوه الفور اهو اندكس 3 من 1 مثلا ل 2، يبقى كام؟ 2 ل 1 2، و10 من 1 10، 2 في 10 ب 20، في 5 ب 100، ده يتكرر 100 مره. عايز تعرف تعمل ايه؟ ها هتعرف هنا متغير، تقول له مثلا ديم اكس از وليكن مثلا شورت بيساوي 1 او بيساوي قيمه ابتدائيه 0. لاحظ مع كل مره هيزيد فيها هتقول له اكس زائد زائد ايكوال 1. الاكس كل ما تيجي هنا ها خزنت فيه بمقدار 1، وفي الاخر اقول له بعد ما يخلص اقول له كونسول دوت رايت لاين اطبع له قيمه الايه؟ الاكس اهو. قال لك 100. جت 100 ازاي؟ لان انت هنا قلت له 2 في 10 ب 20، 20 في 5 ب 100. اتفقنا يا اخوانا؟ طيب عملت ده ازاي؟ لان في الكبير بيكرر 5 مرات، فبيكرر اللي جوه الكبير 5 مرات، تمام؟ فيكرر ده كام؟ يبقى انت هتضرب الفرق بين ده وده وده يطلع لك ايه ده، او تحط في الاخر في اصغر فوره في الفوره الكبيره متغير عشان تجيب الايه العدد الكلي. ده شيء زيادة بس مش أكتر، ده إيه يعني زي بيسموه ترفيهي، ما تتخضش. تعالى نرجع تاني البروجكت بتاعنا إلى موديول 1. اتفقنا يا إخوانا؟ أمر سهل، ما فيهوش أي شيء خالص، اقفل ده هنا، ما فيهوش أي شيء خالص إن شاء الله. اتفقنا؟ إن شاء الله نكمل الدروس القادمة. أسف الإطالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.